حماة الحمى يا حماة الحمى، هلموا هلموا لمجد الزمن. اليوم تم ريسبونسابيليتي وتم دوفوار. اوني با جوار، ماناش دي جوار، اوني دي ميليتير. 12 مليون يستناو فيكم، 12 مليون يستناو فينا. سي مومون فيريتي، ونعرف اللي تم رجال، نعرف اللي تم انونجاجمون تاع رجال. ربي معانا نصبر 90 دقيقة ويتحقق الحلم، ويتحقق الحلم، تتحقق حلمتنا الكبيرة. 90 دقيقة تفصلنا على التواجد مع الكبار في المونديال، واحنا كبار. تونس كبيرة برجالها وبنساها، كما قال جلال القادلي، 12 مليون تونسي يستناو، وجلودنا في رادس مش باش يخيبونا إن شاء الله. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الأستوديو التحليلي الخاص بالمباراة الحدث تونس مالي. 90 دقيقة تفصلنا على التواجد في مونديال قطر 2022، وكنا ثقة في رجالنا إن شاء الله باش يجيبوها، ورجالنا مباشرة الآن في الطريق نحو ملعب رادس. سفيان الوج مباشرة من قمرت، مرحبا بك. سفيان مرحبا. بدينا يا سفيان. سفيان تسمعني؟ سفيان قاعدين نتشاهدوا في الصور الخاصة بانطلاق المنتخب الوطني التونسي مباشرة إلى ملعب رادس. 90 دقيقة كما قلت، وتفصلنا عن أنت عن الحلم. صعيب الكلام، مش لاقي الكلام صراحة، فما بالك بالملعبية. صحيح يا كابتن، كابتن خالد حسني مرحبا بك. مغسور والله، مغسور يا كابتن، مرحبا. وكيفك انت؟ الناس كل مغسورة الحق، فما كملت علي انت كابتن مقبلة تحبيني، ما رقدتش البارح كملت حتى في الاوف، والناس كل على اعصابها. ويلفو دي لافيريتي الحق، الناس كل ترقب معناها، وكل ما نقربوا للمباراة يكثر التوتر. هذا الترقب معناها اللي يعمل لك اضطرابات، وحنا عشناها كملاعبيه، ولكن الملاعبيه صح اليوم بعد يعملوا يشوفوا يدخلوا يسووا كل شيء، يقعد الجمهور باقي على معناها مضطرب متقلق. ان شاء الله معناها هذا القلق ما يدومش برشا ان شاء الله. ان شاء الله. طارق العلامي مرحبا. دلي اهلا وسهلا، مرحبا بالكباتن الكل، مرحبا بالتوانسه الكل اليوم اللي يقينا هما توا قدام شاشة الوطنية يستناو في الفرحة في حدث تاريخي متجدد. خاطر برشا كابتن قالوا لي راهو سادس مرة باش نمشي، وي قلت له نحن كل مرة كأنها أول مرة، كل مرة كأنه المرة الأولى، كل مرة كأنه المرة الأخيرة. الشيخة ما تتقاسش بعدد المرات اللي مشيت ولا قداش ولا يزي. والكرة مساج مهم وقوي للناس الكل، راهي توحد وتلم، وكي تعنق اللي بجنبك ما تعرفوش لابس أنا مريول ويسكن فين ويتكلم بالقا ولا بالجا، من شمال البلاد ولا من جنوبها. كرة عالم آخر، الناس اللي تفهم. ودلي واليوم يظهر لي صورة إن شاء الله الأولاد يفرحونا باش الناس تفهم شنو هو الكرة في البلاد هذه قادرة أنها تعطي. الحقيقة نحن بيدنا متوترين، بتاتر الأولاد لعبوا كرة ويعرفوا، لكن أنا على الأقل من البارح من الماتش من نهار الجمعة وأنا عندي بنتي صغيرة قمر نقول لها تونس تلعب، قالت لي وقتها باش تلعب يا بابا، وقتها باش تلعب يزي ياك هاو سايبنا في الدهر. ربي يفضلها لك، ربي معنا اليوم، ربي يفضلها لك. طارق فريد شوشين مرحبا. مرحبا دالي، مرحبا. فريد قبيلة يقبل في صبات وقال لي تقول عليا في الفيستير نقبل في صبات، تقول نقبل في اليوم. نهار كامل مشيت عملت قهوة ورجعت للدار وقاعد نقفل في الصبات باش نجي للوطنية. تعرف شنو تقول؟ شريف الفيستير، نعيش في نفس الاحساس اللي يعيشوا فيه الملاعبيه كما يعيشوا فيه المواطنين الكل حتى في الشارع، يترقبوا في مباراه مهمه، مباراه الحسم، مباراه الفرحه. عشناها هنا قبل ونعرف واش معناها الكوره، راهو الناس الكل ان شاء الله عارفين الملاعبيه وموجودين باش يحققوا حلم التوانس اللي هو متجدد. الحلم 4 سنوات كانت الكونغو وفزنا عليها، 2 سنين عملنا التعادل ترشحنا، 2018 ان شاء الله المره دي نكونوا موجودين في كاس العالم والناس كلنا نراو فرحانين بعد المباراه. حسام الحاج علي مرحبا بيك، ومشكور مرحبا جدا بيك على تلبيه الدعوه، جانا خصيصا من ليبيا. حسام مرحبا بيك، ومبروك التالق الكبير مع فريقك. عايشك بالعكس، فخر، وديما الوطنيه دارنا، معنا ما عنديش مزيه. ويظهر لي الاولاد كل قالوا شيء، كل شيء، خاصه المتر تاع اللسان يعني عبر عليه نقولوه احنا واللي يخمم فيه شارع تونس الكل. ناخذ الصور مباشره من قمر، طيب ناخذ الصور انطلاق المنتخب الوطني التونسي من نزل الاقامه نحو ملعب حمادي العقربي براتس. شكرا لك محمد علي، بالفعل تقريبا
قبل ساعتين ونص بالضبط من انطلاق مباراة الهامة، كما قاعد تشوف الصور ملاعبية المنتخب الوطني في اتجاه ملعب رادس انطلاقا من الضاحية الشمالية من مقر إقامة المنتخب. إن شاء الله زينة للمنتخب الوطني التونسي. إن شاء الله زينة لمنتخبنا الوطني التونسي. هذوما الصور يجوكم مباشرة من نزل إقامة المنتخب الوطني، والملاعبية قاعدين يصعدوا إلى الحافلة تدريجيا باش يتجهوا بعد شوية إلى ملعب رادس. الضغط كبير اليوم في تونس العاصمة، حركة مرور غير عادية. باهي مثالش اليوم كل شيء يهون، الناس الكل أكيد في الطريق إلى ملعب رادس، وإن شاء الله ملعب حمادي العقربي برادس باش يكون ملئان باكملوا على الاقل المدارج اللي مخصصه للجماهير باش تكون ملئانه، والناس الكل بصوت واحد بصوت رجل واحد وراء المنتخب الوطني التونسي. قالها جلال القادري المره اللي فاتت في مباراه الذهاب ومحليها كلام جلال القادري وقت اللي قال لهم 12 مليون تونسي في انتظاركم، 12 مليون تونسي يستناو باش تفرحوهم وتدخلوا عليهم الفرحه، وقال لهم انتم جنود واحنا عندنا ثقه في جنودنا ان شاء الله اليوم في ملعب رادس. فما شكون ما يحبش كلمه جنود، فما شكون ما يحبش كلمه حرب، لكن هذاك الواقع اليوم. اليوم عندنا جنود في الملعب طارق اليوم. حرب كرويه. شوف بيان سور، شوف المصطلحات هذه هي مصطلحات حربيه رياضيه، حتى الكابتن خالد يعرف الشرق ومصر يتبناوا. انا كمواطن كمحب للكوره نحب المصطلحات هذية، تحسسني أنا ما زلت من المدرسة القديمة. يمكن اللي رأى أنه الكرة في جزء كبير منها في المباريات الهامة التاريخية المصيرية لتمس مستقبل وحياة شعوب هي أكثر من مجرد تكتيك وتكنيك وبلاسما ونرجع، هي جرينتا، هي روح. تقول لي راه عندهم وعنا، ونقول لك إيه، لكن بفوارق الوطنية تحسها وتعيشها وتتبناها، وكي تبدا عايش في بلادك وتعرف انت بالصيف لهنا وتشتي لهنا، ثم فلسفة أخرى، ثم صورة حبيت نعلق عليها عجبتني على الأخر. أنا ريت ياسين مريح، روح الفريق تعجبني، روح المجموعة تعجبني، المصابة إنه راهو مشينا مع بعضنا ونكملوا مع بعضنا نربحوا مع بعضنا بإذن الله تعجبني. دونك رجعك أنا مع هذه المصطلحات مش بالمعنى القتالي، بالمعنى النفسي. نحب الجرينتا. نحن شوف شماتر كي نستعملوا هالمصطلحات هذه الحربية، اي كيفاش خالص المبالغ فيها، اي وهي معناها ميتافور لا تتماشى بالنسبة لي أنا. عليه هذاك علاش أنا قلت توتالمون ديفيرونسي خالد. فما ملاعبية مش يحسوا معناها مش قلقل. حرب اتونسيون معناها فما قلقل. قلقل. حتى شو المجموعه هيتيروجين وي. مجموعه راهو كل واحد وكيفاش، واحد خلقه ربي عنده شخصيه، الاخر ليه، الاخر خواف، الاخر يضطرب، الاخر كذا. دونك فما جماعه بتتر ياخذوا دمي فكتي حرب ونعشوا. لا عندنا واجب باش تقوموا به 90 دقيقه، الواجب هذا تعرفوا شنو هو بنته وشنو هو قيمته بعد هذا التاهل، بعد الملاعبي هو الذي سيكتشف في وقت نتاهل ان شاء الله شو اللي عمل للبلاد هذية بعد ما يلعب. أما قبل نخليه خطر شو كاب. كان مش نبدأ ونعمل شحن 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 تولي معناها. أما أنا نقلت لك وتعرفوا أنتوما المتفرج فريد. لا أنت تعرف المتفرج يحب التاكل. أي. يحب نحن الأسامي اللي قاعدونا هما الأسامي. بديهية. اي بديهية هي معناها بالنسبه للملاعب اللي مش الفني، عين الفني غير عين المتفرج. راه الملاعب اللي يلعب مباراه مهمه كيما المباراه هذه لازم يكون الجرينتا لازم تكون موجوده، التحصيل الحاصل، كذلك التحضير البدني، التحضير الجسمي والعقلي، خاصه مونتالمون لازم يكونوا جاهزين ومركزين. راهو مباراه يعيشوا السيناريوهات قبل، لازمهم اللاعبين يكونوا كل ملاعبي وديسكور اللي يمسهم الملاعبيه في اوقات معينه هو اللي يخلي اللاعبين يحفزهم. ثم اوقات تحس باللاعبين في وسط الفيستير تحس بهم مشحونين برشا، تنقص حتى من السكور نتاعك، تنقص من السكور نتاعك، تحس في وجوه الملاعبيه وانت داخل قبل المباراه ما تزيدهمش، خاطر كان تزيدهم يولي التاثير عكسي. نجموا نلقاوه في الميدان قال الملاعبي حسام يعرف. ولو انه كنا نشاهدوا في جلال القادري خارج يضحك وقاعد يفدلك، اكيد اكيد التكتيك باش ينحي شويه الضغط على الملاعبيه نتاعو. حسام شوف هو خليط وزن. هو الزوز. انا كابتن ما شاء الله خبره في التدريب، فريد معناتها حتى لي زونترينور راهو نستعملوها الحكايه ذي، مش في تونس، في العالم كل ساعات ماتشوات ديسيزيف ماتش نتاع تيح يقول لك نحب 11 كوموندو، نحب دي جيري، مش معناه راني داخل الحرب، مي جيري مي او ميم تو في نفس الوقت ثم ديسكور في نفس الوقت يخفف، يقول راهو مش معناها حرب، معناها داخل من غير تكتيك ومن غير تكنيك ومن غير شويه توازن ندخل
زادم فيها ونجم ناخذ ورقه من الدرج الاولاني، معناه توازن هكا وهكا. يلزم جور يكون ما نقولش داخل الحرب، ما داخل معناها ماتش وكاني ماركه لازم نربحها، اما باش تربحها بالجرينتا وبالروح ما حتى الاخرين زاد عندهم جرينتا وروح، من بعد يدخل تكتيك ما كيفاش باش تقف هل تتاكي. انا بالنسبه لي انا الماتش هذا يا كابتن اصعب 10 مرات ماتش للي طبعا بالطبيعه. وين الصعوبه نتاعو؟ انت توا رايح واحد شيء اسكو باش تتاكي باش تكون باش يدزوك 40 و 50 الف اسكو باش تتاكي اسكو باش تستناها شويه وتضربوا انت بالكونتر اسكو. معناها كل هذاك كل حساب. انا نتوقع ومتاكد اللي جلال القادري حكى مع الجوارات وفاهمهم ويعرفوا شنو باش يخرجوا من الماتش. واحنا شوف تعودنا راهو بصفه عامه جوره التوانسه والمنتخب التونسي وقت اللي يكون ماتش ديسيزيف عنا عاده بنسبه 99% عادرجان يجيبوه. باهي تو نجيو نحكيو اكثر عن المباراه، عندنا برشا نقاط خارجيه. نمشيو مباشره الملعب حمادي العقربي برادس موجود زميلنا عاطف الجبالي ويحطنا في صوره شنو موجود توا في ملعب رادس. اكيد الجماهير راي بديت في التوافد على الملعب. عاطف مرحبا. عسلامة محمد علي، مرحبا بك، مرحبا بضيوفك، مرحبا بكل من يشاهد فينا على الوطنية الاولى. كما كنت تحكي بون مش بداوا يتوافدوا، تقريبا توافدوا معناها الجماهير هوني حقيقة وبصراحة معناها كل شيء منظم، الناس كل تيكياتها في ايديها كما تراو، اجواء ممتازة جدا. هاو معنا بعض من الببليك هاو صغيرات هوني. منين جيت انت؟ مرات. ايوه مش باش يعمل المنتخب اليوم؟ ان شاء الله يربح. والله ان شاء الله مربوحه، جينا فرحانين كمريو المنتخب العلامات سكرنا حاضره وان شاء الله نجيبوها ونترشحوا مونديال كيما وصاكم الناس كل بمريو المنتخب. حاضرين حاضرين موجود المريو الموجود. ايش تتوقع النتيجه اليوم ان شاء الله؟ ليه احنا تو مترشحين ان شاء الله تيحوا مع السعوديه وكندا وكوب دي موند وان شاء الله مربوحه دوزيام تور كان مش دمي فينال هذا. ان شاء الله مربوحه ان شاء الله باي سكور. هاي فما غنايه باهي على المنتخب. عزيزي معاك ربي وني بيه، تونيزيا تونيزيا معاك ربي وني بيه. مشكورين، خليكم تدخلوا الاستاد. اذا كما قاعد ترى محمد علي اجواء ممتازه، ما نعرفش كان نحكي لك يوناني كدوت هوني، فما بنوته صغيرونه ريناها تبكي في بالها مش باش تدخل، جاي امني عنقها قال لا باش تدخل انت اول واحده، اعطاها حتى علم تونس قال باش تدخل تشجع بيه. باهي برشا فما سيوله كبيره حتى الصغيرات اقل من 18 سنه ما يدخلوش. مهم برشا كي خليهم يدخلوا في ماتش كيما اليوم، خلي الناس كلها خليهم يدخلوا سيوله كبيره حتى الامن. هاي هاو معنا حد اخر من الببليك. منين جيت انت؟ جيت من نابل. واضح جيت من نابل باش تحضر مباراه المنتخب. زوز ومرتي واصحابي. بدا ستريس ستريس من امس. ستريس على النتيجه. ستريس ان شاء الله تجيب واحد ان شاء الله باذن الله باذن الله. نرجع لك الكلمة محمد أكيد علي في انتظار وصول حفلة المنتخب الوطني التونسي إلى ملعب رادس. الحفلة غادرت مقر الإقامة عاد فتنرجع معاك وقت وصول حفلة المنتخب إلى ملعب رادس. الناس كل ستريسي مش قال ملعبية، الجمهور كل كبار وصغيرات الناس كل على أعصابها أكيد. قيمة الحدث ومفهوم الستريس والضغط الكبير هذا كابتن. ماتشويت كيما هكا الكلمة بحسابها، الحركة بحسابها، الجيست بحسابه وقت اللي تشوف مدرب يحاول يضحك باش ينحي الضغط على الملاعبية نتاعه، وقت اللي تشوف المسؤولين في الجامعة التونسية لكرة القدم كل واحد يحاول يهز المورال بكلمة يحاول ينحي الضغط بطريقته الخاصة، وهذا الهدف المنشود اللي باش يوصل له ان شاء الله المنتخب الوطني التونسي في مباراه كيما هكا. يلزم بتضافر مجهود الناس الكل من الجارد ماتيريال نتاع المنتخب الوطني التونسي الى اكبر مسؤول عن المنتخب. صحيح لعبه جماعيه وكل شيء في الجماعي، كل شيء في الجماعي، واتمنى وهذا عادي جدا ان المدرب معناها ما يزموش يوري الخوف نتاعو كون با لو ترانسميتر، اما في قرارة نفسه مهما مدرب يفودي لا فيريتي، كنا عباد ونحسوا فماش دي سوبرمان، هو باهي يوري الضحكه نتاعو يوري كذا باش الناس، اما دخلاني يعلم بها ربي دخلاني. بالحق حتى الملاعبيه كيف كيف راهو عشنا الامور هذه. علاش؟ معناها مباراه ثقيله ثقيله من ناحيه ان الذهنيه ومن ناحيه النتيجه من ناحيه النتيجه برش. علما ان الصوره اللي خذيناها تو وليدات صغار يعطيهم الصح معناها ثقه متناهيه
في المنتخب نتاعهم الشباب يعطيه صح فهمتي ولا صور حفله المنتخب هذه قاعده تجيكم مباشره خرجت الحفله اللي تقول منتخبنا الى ملعب رادس صح. قاعدين تشوفوا في حفله المنتخب في اتجاه الى ملعب رادس ساي كابتن نرجع معك هذا لا يكفي الصوره الاخرانيه ولكن اللي صار في ثلاثة ايام هو اللي احنا ما نعرفوش ما معنى احنا كنا ملاعبين راهو الملاعبين راهو عملوا اجتماعات مع بعضهم راهو لكادر نقولنا لليدر راهو كل يوم فما كلام خاطر بالكلام راهو معناه بالكلام هزل مورال كذا وهما واعيين وانا كنت في استديو المباراه انا عجبتني حاجه هي الوعي تاع الملاعبيه الكل بعد ومازالوا بالعرق وقالوا راه ورينا يقول جوي اللي بلو دور مازال سورتو كعيب مازال ثم جوارات ما عاشوش ماتشوات كيما هكا ثم برشا جوارات في ليكيب ناسيونال ما عاشوش ماتش ديسيزيف كيما هكا وشكون يعاونهم شكون الكادر هذوك شكون يعاونهم الكادر لي جوار لي دار وانت كنت صغير كي طلعت في الافريقي لقيت ناس هزتك المورال وين لقيت ناس هزتني المورال ولو تغلط ولا في صا معناها وقت نقولوا احنا لونتوراج اللي بيه الفائده ورجوع لكادر الاكسبيريونس اللي عندهم تاع المباراه هذه وهمت البلاد عنده اهميه قصوى كيما كلموا بصراحه معناها كما ساسي كما المساكني يوسف فهمتني يوسف علي يوسف. معلول علي معلول فهمتني فما ناس عندهم كاريزما وعندهم كذا وعندهم تاثير وذيك الخدمه اللي صارت في الثلاث ايام على المستوى الذهني ان شاء الله نلقاوها اليوم فهمتني الاكثر ولا اقل انا بالنسبه لي انا لا للتهويل اي خاطر شو اسمع التطرف مش باهي وحاجه اخرى معناها انا ما نجمش نطلب من مدرب اللي عندي فريق بار اكزومبل نتكلموا على نادي مش على المنتخب اللي 10 ماتشات ما عندوش جرينتا جي نهار نقول له والله يا جرينتا وكذا مختلف صح كادر مختلف صح. ولكن المنتخب متكون من معناه ملاعبيه وخاصه يعرفوا اهميه البالماريس ويعرفوا اهميه المشاركه في كاس العالم واوني ومباريات كيما هكا طارق برشا مدربين يقول لك نحبوهم الماتشات هذوما خاطر مانيش باش نحضر برشا الملاعبيه نفسانيا مانيش باش نشحن برشا الملاعبيه خاطر الملاعبي وحده تلقاه حاضر نفسانيا بالعكس يمكن الدور نتاع المدرب وحتى اخصائيين الاعداد الذهني في المنتخبات في ماتشات كيما هكا انهم ينقصوا شويه ضغط باش ما تدخلوش في الكونسنتراسيون الزايده في ماتشات هذوما شوف دالي ثم مباريات تتكلم على روحها وحدها يعني كي تجي شخص تقول له راك تلعب مباراه فاصله للترشح الى اول مونديال عربي راك هاو تسكر الباب وتخرج على روحك كي تقول له انت راهي البلاد هذيا فرحت في الكوباراب وخرجت وفرحت في مباراه نيجيريا وخرجت وفرحت معاك نهار الجمعه في ظل الغيمه اللي قاعده على البلاد اللون الجري اللي ماناش فاهمينه الناس برغم كل شيء ما لاحظتش في الاربع خمسة ايام ما عادش نحكيو على عظم موجود والفارينه موجوده والسميد موجود ولينا نحكيو الماتش ووقتاش والطرح ونترشح والقرعه حتى اللغه الذهنيه اللاوعي نتاع المواطن باش نقعدوا هكا تقريبا ستة شهور ولا اكثر حتى للكاس العالم الكلام نتاع الصحافي يتبدل الاعلامي يتبدل لانه بالنسبه ليه ثم هدف اخر على الاقل في الوقت الراهن ينجم يعمل الظل على شويه مشاكل مباريات كيما هكا هي مباراه تاريخ ماك تعرف التاريخ يكتب بالارقام يكتب قداش مره شاركت مش قداش مره لعبت تصفيات قداش مره ربحت مش قداش ضربت من كوره على البار قداش مره توجت مش قداش مره وصلت للفينال هذه مباريات تتكلم على روح هذا واحد اثنين جو ميروجوان للوخيان وقت اللي قالوا انه لي كادر دوره مهم ثم مزيج انا كي نشوف الخلطه اللي موجوده نلقى لي كادر اللي حكينا عليهم ونلقى كيما علي معلول كيما فرجاني كيما يوسف كيما بلال العيفة كيما نعيم السليتي ونلقى ناس اخرين حسام اللي جدد على المنتخب لكن من وجهه تحس اللي هو سامحني سي خالد حربي ماهوش خواف تشوف دراجر انت تو شد الحربي اغزلي انت كي تغزل الملاعبي تحس ملاعبي حتى لو كان ما لعبش لا منتخب طارق كيفاش مش مستانس لا انا يلعب في الفريق نتاعو اساسي قدم مباريات لا حتى لو كان داخل في المنظومه ثم ناس لا ثم ناس جات مثلا نعطيك ديكلاراسيون مثلا لاري العزوني كي جاي لكلوب افريكا عمل ديكلاراسيون في المباراه الاولانيه لكلوب وليتوال قال انا في الكارير نتاعي ما لعبتش بحضور الجمهور هذايا يعني في ماتش محلي للنادي الافريقي والنجم الساحلي يعني قصدي كي تشوف دراجر برغم اللي هو تقول انت ما حضرش على مباريات فاصله لكن تحسه ماهوش خويف لعب مباراة فاصله وحضر في السنغال لعب بالنصف نهائي إيه؟ معناها اللاعبين راهم كانوا موجودين لا لكن اول مباراه فاصله تهزك الكوب دي موند قول انت صحيح اليوم كي تشوف محمد علي بن رمضان اساسي ب 22 عام
تقول لي الوليد لعب 10 سنين كيف نسوا يستحق هكا ولا وخاطره مستانس بالظروف هذه مع الترجي التونسي يعني حتى مزيج الشباب عنده من الخبره اللي كبرته هذا اللي يخليك نوعا ما في انتظار حقيقه الميدان في انتظار صفره الحكم مرتاح على انه الناس مستوعبه المباراه مباراه تتكلم على روحها فريد ولكن يعني سامحني فريد تو سامحني تو شد في الحرب ما بين ذبرين مش الناس بقينا دراك الحرب والحرب يلزمها زوز يلزمها زوز شوف مش يلقى محارب اخر قدام طبعا طبعا حد الان الشوط الاول ولو معني سامحوني محارب اي 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 حرب رياضيه منافس رياضي انا نقول انا نقول شاعر بالواجب نقول معناها كونسونتري سير سون سوجي معناها فما لهم هكا لهكا كما قال فريد راهو لعب بالمباراه في مخه لازم كنا نلعبوها كان يصير هكا كان يصير كورنير تلقى الديفونس مع بعضهم ردوا على فريد في 96 فيزيوناج وخير من الدنيا هو الجوالات كنت تتكلم مع بعضها انا بعدين فريد في 96 هكا ولا 78 98 وكانت مباراه فاصله مع المنتخب المصري في المنسى اي راهو تحضير المباريات هذيك اللاعبين ما بين بعضهم ثلاث ايام ما بين مباراه والمباراه مش نوبش حضر لهم إلا عنده في راسه ولا عنده التعليمات يقعد شوية أمور تكتيكية منطقة افتكاك الكرة أما اللاعب يعرف إذا ما تعداش اللاعبين الموجودين ثم أربعة ولا خمسة مشاركوش في كأس العالم تنقصوا حاجة مرة فات اللاعب متاع مالي يأكد المهاجم بتاعهم التاريخي إلا ما يلعبش كأس العالم راه نفسه حاجة في كاريره ديجا اللاعبين قالها يوسف المساكي ديجا عندنا الخبرة عندنا يوسف وعندنا كذلك لاعبين شوف فريد فريد تو نرجع معك تعرف الاولويه للنقاط الخارجيه نمشي مباشره الى احمد الصالحي مباشره من ملعب حمادي العقربي برادس احمد مرحبا شكرا شكرا دالي في هذا الموعد الاستثنائي وهذه المباراة التاريخية هنا في ملعب رادس الأجواء بدأت تسخن محمد علي تقريبا 6000 متفرج عاملين حالة هنا في ملعب رادس ومن بين الناس الحاضرين سيواصف جليل نائب رئيس جامعة التونسية لكرة القدم اللي من بكري هو على أعصابه سيواصف الرافيك استريسي شوية حضرتوا لي كونديسيون كل المنتخب اليوم باش يعمل ماتش باهي والله هاك تشوف الأجواء الحقيقة أكثر من رائعة ان شاء الله يا ربي يكون معنا وان شاء الله اليوم نترشحوا ان شاء الله لقطر 2022 سواء ربي اكيد باش يكون معنا اما احنا شو وفرنا الماتش هذا اش حضرنا مستعدين لا هي صحيح احنا كيما تعودتوا الجامعه التونسيه القدم المباراه هذه وغيرها ديما نحضروا الظروف الملائمه ديما نحضروا الامكانيات اللي يلزمها تتوفر حتى في اعرق واكبر المنتخبات العالميه دونك الامكانيات والظروف الطيبه ان شاء الله متوفرة ما فيش حتى نقاش نستناه إن شاء الله زفرة البداية والنهاية باش نلقاو رواحنا إن شاء الله في قطر 22 سي واصف ترى ستريس اللي احنا عايشته الناس كل ستريس عليك كيما يقولوا احنا ربحين وستريسي هكا كان جينا باش نماركيو بونت ولا زوز ولا ثلاثة شنو نعمل لا لا هو الستريس في اي مباراه فما ستريس لكن الستريس هذا مش يزيد الا عزيمه ربحين ولا مش ربحين احنا المباراه هذيك انسيناها توا في الميدان يلزمنا نهبطوا باش نفوزوا وباش نفوزوا ما فيش حتى نقاش هل الجمهور هذايا هالشعب هذايا الشعب التونسي اللي مستحق ومتعطش الانتصار متعطش الفرحه هذه باش توفر له ان شاء الله منتخبنا الوطني ان شاء الله يعطيك الصحة سي وصف جلي النائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم محمد علي هذه مصافحة أولى من رادس في انتظار المصافحات الجاية يا أحمد أنت تبارك الله زاد كارير كبيرة وغطيت برشا أحداث النبرة نتاع الحماس اللي في صوتك ما سمعتوش برشا هذا يا أحمد كملنا 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 موعد استثنائي دالي لازم الناس كلها تكون في فورمة واضح واضح وأنت ظاهر في فورمة كبيرة يعطيك الصحة أحمد أكيد نرجعوا معاك وقت ما تحبوا الأولوية اللي كنت طبعا أحمد هاي نرجع معاك فريد الحاجة الإيجابية أنه إحنا ربحين مباراة الذهاب ربحين مباراة الذهاب خارج تونس ورغم هذا كما قال الكابتن قبيلة دقائق بعد نهاية مباراة الذهاب مش فنيش من العبيات عنق في بعضها مش فنيش من العبيات بوس في بعضها أجل وكأنها الأجل الفرحة مؤجلة إلى ما بعد مباراة الإياب إلى ما بعد الترشح بصفة نهائية وهذا مهم برشا الاحساس انه مازال عملنا صحيح خطوه كبيره اما مازلنا ما عملناش ما حققناش الترشح وهذاك الممتاز كي تشوف اللاعبين ديكلاراسيون نتاعهم بعد المباراه يقول لك مازلنا ما عملنا شيء هذاك مؤشر ايجابي لمباراه اياب يعرفوا مباراه هذيك ذهاب شوط اول الشوط الثاني الحاسم هو شوط رادس لازمهم يكونوا موجودين اللاعبين كما قلت رغم
شفنا المجموعه مجموعه متماسكه مع بعضها مع المدرب في وقت قصير، عرف كيفاش يعمل لحمه. شفنا حتى الاختيارات بتاع اللاعبين كانت متميزه، الاجواء، التغييرات، هذه كله مؤشرات ايجابيه. مرانا مشينا لعبنا في مالي جبنا نتيجه، معنا اكثر المتفائلين كان يقول، كان يقول كان نجيبوا تعادل من مالي نسمى نتيجه ايجابيه. زيد اكثر الوحيد اللي قلت انت زيد اكثر. سامحني فريد، حتى في سوب كونسيون تاعنا ما قلناهاش خاطر حتى 1-0 نخسروا جبران ما يسالش 1-0 فهمت كيف؟ يا اخي اصبحنا رابحين 1-0 وباقي ماناش فرحانين وباقي حاسين باهميه ماتش اليوم خاطر مباراه صعيبه. صحيح مباراه مالي لعبنا قبلها في الكاس افريقيا رغم مش في نفس الكونتكست، لكن يقعد مباراه عدات مباراه مالي. شفنا المنتخب التونسي كان يعرف الدور نتاعو، يعرف لازم لاعبين خبره، حتى الغيابات ما اثرتش، الخضري ما كانش موجود، ديلون بران كان اساسي ما كانش موجود، الصخيري غايب. المجموعه قاتلت ودافعت وجابت نتيجه ايجابيه، ننتظروا التاكيد وما تلعب حد شيء ويعرفوا هما بعد ما يصفر الاربيتر. مو فريد باقي تشاهدوا مشاهدينا الكرام، باش نجي كابتن، باقي تشاهدوا في حافله المنتخب الوطني التونسي، الحافله تقل من لاعبيه المنتخب الوطني التونسي الى ملعب المرحوم حمادي العقربي. بدنا نسالهم الملاعبيه والكبيده في الكار العادات تكلموا برشا تخرجوا حتى انتهى. هما راهو دخلوا في المباراه بالنسبه لي انا دخلوا في المباراه من الفيستير نتاع المال، كل واحد يخمم في ماتش ثاني، عنده ثلاث ايام دخلوا في المباراه نتاعو، كل واحد يخمم في الديفونسيف واحد، كل واحد قاعد يلعب في ما تشوف الكار. صحيح يعني تطلع في الكار بالنسبه لك عباره الفيستير، الكار هي الفيستير، وثم عادي يروح للملعب، ثم اللي يحط شويه كسكس مع شويه، ثم اللي يخمم في الملعب، حط حاجه في مخك، كل واحد وحده فاهم، ما عادش ثم كلام. اليوم فما مقياس ومؤشر بالنسبة لي أنا، احنا تكلمنا بعيد عن التكتيك وكل أمور الأخرى مش تاع اليوم يا كابتن، أمور أخرى. صحيح اليوم صحيح. إذا ريت الملاعبية اليوم يكلموا في بعضهم وينصحوا في بعضهم، رد بالك شوف ما غادي، ويعاونوا في بعضهم ويغطيوا على بعضهم ويضحيوا وكذا ولكوفيرتور من الواحد والثاني ومن شو، يتكلموا اعرفهم راهو يصوندوا الماتش. اذا ريتهم ساكتين راهو خارجين الماتش. دونك اليوم بالنسبه لي المقياس كي نشوف الملاعبيه يدس صاحبه يقول له رد بالك، يبوسوا كي يعطي يعمل له هكا يعمل له كذا، هذوما كل مؤشرات ايجابيه للاعب خاصه ان اما بالنسبه للمباراه هذه مباراه اخرى يا كابتن. تعرف والله حتى زملائي، وتحيه كبيره لزملائي في في في, في الريجي والناس اللي باش امن لكم اليوم النقل المباشر حتى النص الليل، زملائنا حتى النص الليل باش يكون عندنا نقل مباشر، حتى زملائي تحيه كبيره ليهم، الناس كل جات على بكري ونبداو الستة من خمسة، الناس الكل هيا نبداو، الناس الكل تحب تنقص الستريس، هيا نبداو، بدينا قبل الوقت نبداو باش الستريس باش نخرجوا الستريس. اي فما بالك اليوم الملاعبيه كيما الملاعبيه كيما الملاعبيه ينساو كل شيء ويبداو مركزين. شوف دالي انت قلت كلمه في سياق الحديث قلتها، احنا رابحين واحد شيء وثم الناس مش فرحانه، ثم الناس تقول راهو من حق الناس، تعرف علاش ولا هي نتيجه مش ممتازه، اكثر شويه من ممتاز ثمينه قبل الماتش كان تقول لي باش نربح واحد شيء في مالي، نقول لك مش لازم نمشي نلعب. صح. اما علاش بعض الناس تتكلم ومن حقهم زادة يقول لك انا ربح واحد شيء ومالي معناها ما ضرتش بالوجه، مش مالي معناها اللي نقولوا نستناو فيها الاجماع انه اخي بماتش المنتخب مالي وتلعب بعشرة تقول لك جاتني لوكازيون، نحكي لك انا جمهور او كابتن ما نحكيش راهو الجمهور، يقول لك انا جاتني الفرصه باش نقتل الماتش ونرتاح بنسبه 90%، اما لا المتفرج سهل. انا كاج اونترينور وكجوالات ربح مالي في مالي واحد شيء وما قبلتش حتى لو هي بعشره، انا جو برون نطمع ونمشي في المركز الثاني لا قدر الله كونت ويضربني واحد واحد، شو يقولوا العباد؟ انت رابح وعلاش الريسك؟ صحيح وعلاش اطلع؟ دونك الكلام راهو بعد الماتش سهل راهو التحليل سهل، لكن قربوا للعبيه للاستاد حسين، نمشيو الفيلم المنتخب تبع فيهم بالمترو قال لي مازال شويه، نمشيو فيلم المنتخب في عوده على مباراه وصبات حب يلعب والله حق يلبس شورت وصبات بعد نترشحوا نلبس شورت وصبات كافي، نمشيو فيلم المنتخب مع حموده بن سليم صوفيا الوجه ولطفي المهاجر.
في باماكو بالذات المنتخب التونسي يصنع الحدث، ينتصر على نظيره المالي بهدف بنيران صديقة. موسى سيسوكو يسجل ضد مرماه. المنتخب يصبح على بعد 90 دقيقة من مونديال قطر 2022، إذا ما قلناش أنه وضع قدم في نهائيات كأس العالم القادمة، بما أن التعادل في رادس يكفيه، أما الانتصار ما نحكيوش عليه. مش بالسهل في لي كونديسيون هذوما باش نعملوا ماتش بالفاسون هذه، دونك انا في الماتش كيف اللي فار بصراحه سي تري ديفيسيل، لكن الحمد لله الاولاد اليوم هنا كونفيرمي ليكيب ناسيونال، كيف ما صرحت قبل الوحده عندها دي تراديسيون، ثم ارث كبير ورانا ثم رجال خدمت، اليوم عملنا خطوه باهيه. نتيجة لقاء الذهاب تخلي معنويات عناصر المنتخب في التوب، لأن منافسهم المالي ما عاد عندهم ما يخسر، باش يلعب الكل الكل من أجل العودة في النتيجة. وما على أبناء تونس إلا التركيز طيلة 90 دقيقة واستغلال هفوات دفاع منافسهم المالي للتأكيد بأنهم الأجدر للعب في مونديال قطر 2022. كل عناصر المنتخب على ذمة الممرن جلال القادري، جميعهم في الموعد لرفع التحدي واقتطاع ورقة الترشح للمونديال وزرع الفرحة في تونس من شمالها إلى جنوبها. نرجع مباشرة إلى ملعب رادس وين موجود مرة أخرى عاطف الجبالي. عاطف مرحبا، مازلت خارج الملعب؟ هاي مرحبا عاطف. مازلت خارج الملعب، مشكور محمد علي. إذا معنا محمد بن مراد الممثل أو كمراوحة من الكورة، مشينا للفن والكلهم يصبوا فرد حاجة. هو محمد نعرفوك مغروم بالكورة، اليوم جاي بكسوة المنتخب الوطني. بالطبيعة اليوم ما ثماش مغنيين، ما ثماش ممثلين، ما ثماش مغنيين، ثم كان كورجية توا تونس كاملة، ما ثم جمعيات، فهمنا حقيقة أنا نحب المكشخة اليوم تونسي، معناتها ما ثم حتى جمعية تعلو على المنتخب الوطني، وكهو إن شاء الله واحد والله يستريسي على الآخر، وإن شاء الله نسلكوها وكهو. وينو دربوك؟ دربوي الحقيقة هاوك عند أصحابي قاعديك هزوم الكهرباء هما مخرجين بيه، وكهوك عند الأصحاب من غادي. محمد ستريس بدي من توا؟ صدقني ستريسي على الآخر، معناها خاطر اسمع تونس بصفة عامة نبداو رابحين ما ندخلوش، فهمتك، يبدا عندنا لونغور دافونس ديما نبداو داخلين بعضنا، دونك واحد شيء غاديك إن شاء الله اليوم على الأقل نماركيو من الأول نبداو مرتاحين. نتوقع نتيجة إن شاء الله اثنين شيء، إن شاء الله اثنين شيء نكونوا باهيين إن شاء الله. مفهوم الكلام. عايش عايش، ميرسي بوكو. إذا إتلالة أخرى من ملعب رادس، نرجع معك محمد علي في انتظار استجوابات أخرى. شكرا لك عاطف، قاعدين تشاهدوا في الفناتر المحلولين، عندكم المنتخب الوطني التونسي في الطريق إلى ملعب رادس، عندكم الجماهير في ملعب رادس، وعندكم الصورة أيضا من أمام ملعب رادس وقاعدين قدامكم تشاهدوا في الصور هذه كلها مباشرة. حاولوا أقصى ما يمكن خليكم في قلب الحدث وتعيشوا الأماكن الكل والجماهير قاعدة قلت أكيد كلها تحذيرات إن شاء الله من أجل الاحتفال بعد قديش؟ 6:30 توا 8:30 بعد 10:30 4 سوايع إن شاء الله نكونوا محتفلين الناس الكل بالترشح إلى مونديال قطر 2022. ونرجع معاك طارق،
قالها محمد مراد الممثل، قال لك اليوم لا فما ممثلين لا فما مغنين لا فما سياسيين لا فما حتى شيء، اليوم الناس الكل كورجيه، الناس الكل اليوم وراء المنتخب الوطني التونسي، الناس الكل توانسه، وهذه الوصفه السحريه للرياضه. شوف كيفاش الاجماع الكبير هذا والالتفاف على وراء اسم تونس وراء علم تونس. هو كما قالك حسام اللي تلخص الكلمه ان نحن اليوم رانا كلنا توانسه، ما يهمش شنو الجمعيه اللي نحبها ولا منين جيت والا تابع اليمين ولا تابع اليسار، اليوم مع المنتخب الكوره راهي فيها خاصيات ما تلقاها كان في ملعب كره القدم. كما قلت لك انت في استاد تلوش اللي بجنبك. سامحني قاطعك للحظات طارق، لا مش ماشيين لحتى بلاصه، ما جاتني المعلومه توا تشكيله المنتخب الوطني التونسي نفس نفس تشكيله مباراه الذهاب، والمعلومه مدنا بها انيس العياري اللاعب السابق للمنتخب الوطني التونسي، قاعد نتبع انا في السيت نتاع الجامعه التونسيه لكره القدم سنسيني هبطوا فيه التشكيله، ما زلت ما هبطتش التشكيله، ما جاتنا معلومة من عند أنيس العياري وعلى حساب أنيس العياري نفس تشكيلة مباراة الذهاب. لا لا نكونوا واثقين مشكلة. لا لا أنيس مادام أنيس مادام أعطانا معلومة متأكد من المعلومة كابتن. باهي نرجع فماش علاش نفس تشكيلة سامحني باش تتبدل التشكيلة. فماش علاش باش تتبدل التشكيلة تو نرجع موافقين الناس الكل وقال لي هاي عاد مرحبا مرة أخرى. مع اللي كنت تحكي فيه محمد علي نأكد لك نفس التشكيلة كنت نحكي مع قيس رقيز الناطق الرسمي باسم الجامعة، كان أكد لي التشكيلة هي بيدها اللي في مباراة الذهاب هي اللي باش تكون في مباراة طبعا. واضح كلام أنيس العاير، واضح يعطيك الصحة. وزاد أكد لنا عاطف الجبالي تشكيلة مباراة الذهاب هي نفسها التشكيلة اللي باش يبدأ بها جلال القادري مباراة اليوم. ونرجع معاك طارق نكملوا في الفكرة قبل ما ندخلوا بشوية بشوية في المباراة ونحكيوا أكثر عن المباراة تكتيكيا وفنيا. الفكرة اللي كنا توانسة، الفكرة اللي نحن الناس كل يوم ورا المنتخب، الفكرة اللي المنتخب هذايا ما عندوش مالك رسمي، الشعب هو اللي يملكه، ما عندوش واحد مقيده باسمه راه في دفتر خانة المنتخب الوطني التونسي. نعاود نقولها هذا كل ما ثم دربوا البلاد في أي رياضة وكانت، فما بالك في الرياضة الشعبية الأولى، راهو مالك للناس الكل. ننقدوهم بعد نحملوا المسؤوليه لا يقدر الله نتاع حاجات خايبه ونقولوا له يعطيك الصحه في الحاجات الباهيه الناس اللي تشتغل على الموضوع هذا، لكن المحبه والملك والعاطفه والاثار الايجابيه راهي على تونس راهو نتاعنا. ما ينجمش تكتب كما قلت لك ما ثماش ملكيه خاصه في دفتر خانه باسم من يملك المنتخب، الشعب التونسي الجمهور الناس اللي قصت في ظرف كيما هكا ماشي. قلت لك انا من المره اللي فاتت راه ثم ناس لترواتيكي راهو يجعوه في جيبه، راه ثم بو عائله يوزنوا ثلاثه تيكيت واربعه تيكيت. اليوم الناس كل ملمومه اللي قاعد في القهوه وما يعرفش اللي بجنبه شكون ينجم يكون يحكي مع الكوره كانوا يعرفوا من عام درا قداش. ديما نحكي لك بوجهه النظر المواطن العادي انا نراه وما زلت ندافع عليها انه مش مجرد لعبه كره قدم، مش مجرد هدف في الشبكه، مش مجرد انك تمشي كوب دافريك ولا الكوب دي موند، الاثار نتاعها على الواقع المواطن اكبر برشا. كان تحكي له 78 شنو صار يمكن يذكر لك 26 جانفي لانه حدث سياسي تاريخي بامتياز، لكن يذكرك المنتخب تاع 78، يذكرك سي عبد المجيد كيفاش لوح الدراب وقعدت حكايه تتحكي كيفاش في الميتون تخلوا حاطين لهم دراب البلاد، كان تقول له شكون الوزير وقت نتاع التعليم؟ يقول لك والله ما نعرفش، الشاب اللي كان عمره 30 سنه ولا 20 سنه ولا 25 سنه، لكن يتذكر سامحني تشكيله ايه رئيس جامعه وقتها على اساس اداريين توا ولاو خير من الملاعبيه. لا في الوقت هذاك ما هو تذكير للناس تتفرج فيه وقتها مش فيها باس 78 راه ثم وليد صغار. لا حبيت نقول لك الشباب يتذكر في الفتره هذيك اللي عاش الفتره هذيك يذكر المدرب والملاعبيه. كي تحكي على جيل 2004 يتذكر لك 2004 شنو اللي صار وشنو اللي ما صارش. هاني جايك لا باش نربط لك لانه في 94 كانت تذكر تونس كامله عاشت نهارين على الوقع وبعد خيبه وبعد فرحنا في 96. يعني راو الكرة بعيدة على الفلسفة الشخصية وعلى الموازنات الشخصية وأنا معاه وضد، أنا مع دراب بلادي مهما كانت الرياضة. اليوم وحدة وطنية كروية تصنعها الكرة وباش تعيش، ثم ديناميكية اقتصادية زادة باش تعيش، ثم استشهار مجاني، ثم دبلوماسية رياضية بلاش اليوم يعطيها لك اللاعب نتاعك. مهم جدا بيان سور باش يتهز في كأس العالم. شوف أول بلد راهو تونس راهو هذاك من أكثر حاجة أي ربح في الترشحات لكاس العالم ناحية 25 مليار ربح للجامعه. المنتخب المصري متاخر هدف مقابل صفر في المباراه وين نرجعوا مركيه ضد جول وفتح اي مسجل الهدف ضد مرمى هاي نشوف من بعد 94 ايش خايبه فريد قبل ما نرجعوا للخايبه احكي لنا بربي في سعر خايبه خلينا في الفرحه يا فريد 94 ما مشاش الامور 96 كان تشوف انت كيفاش الاستقبال والقوه نتاع الوقت هذاك صحيح وصلنا 96 راهو شيء وراء
على الاقل تونس كامله كانت في الشارع تنتظر تذكروا انتوما وانتوما في في الكاميونا وقتها فوق الكاميونا تذكروها تذكروها الناس الكل اللحظات هذه كاي خمشي لحظه صالحي مباشره من ملعب رادس احمد مرحبا مره اخرى شكرا دالي كما كانوا يحكيوا الاولاد كلنا مع دربوا بلادنا جلال القادري ما يغيرش تشكيله تربح حد عليه قبل لحظات من خروج التشكيله تقريبا نفس تشكيله مباراه الذهاب انا ذكروني كان نسيت ملاعبي هابش نبدا نسمي حارس المرمى يعني نسيته بن سعيد على اليمين دراجر علي سلاري معلول فلاكس فلاكس نادر الغندري والطالبي غيلان محمد علي بن رمضان العيدوني المساكني والسليتي ما نعرفش ناقص واحد ولا لا والجزيل يظهر لي كامله التشكيله هكا محمد علي نفس التشكيله نتاع الذهاب محمد علي ماذا بيك تعمل انت في بلاد الجزيره يا احمد نعرف كوارجي شفت الضغط يغسل الملاعبية يقول له ما يسمعش باش يحس تقد روحك كانت أبدا في بلاصة الجزيرة يا أحمد اليوم نعم حد عليه قلت لك تقد روحك كانت أبدا في بلاصة الجزيرة أنت اليوم ما تنسيته الأجواء حمس الأجواء حماسية برشا في ملعب رادس بدا الغناء وبدا الضجيج دالي وبدا التشجيع من توا هذاك علاش ما سمعتكش بالقدا فاش يغنيو تراه يا أحمد قول لي فاش يغنيو تونسية تونسية مع ربي والنبي يعطيك الصحة شكرا لك شكرا لك أحمد الصالح وطبعا ديما عندك الأولوية وقت تكون جاهز في ملعب رادس سيدي نمشيو نحكيو على التشكيلة وكما ما كان منتظر وفما إجماع هوني الناس الكل في البلاتو ما عنده علاش باش يغير جلال القادري وما نغيروش تشكيلة جابت الربح من مالي كابتن قرار صعب خاطر القرار اللي خذاه جلال القادري خذاه ثلاثة أيامك وجي شنو يعني بدل يعمل كذا خاطر احنا نتكلموا بعد القرار اما نحب الناس تكون هي في مكان القرار صعب وصعب جدا واحنا كنا مدربين ساعة ساعة على بوست تبدا تروا جوار هذاك في الاخر تقول توجور فور لا كومبليمونتاريتي قول يا خويا توا فما تكامل بين وبي دونك لوتيليتي هي لا كومبليمونتاريتي مش اسم الملاعبي الاكثر اقل اولا ثانيا الملاعبيه لعبوا بطريقه ذكيه وشفناها وكومباكت وكذا وما خلاوش لي سباس واستانسوا ببعضهم اش معناتها؟ معناها فما ميكانيزم تخلق كي تشوف انت معناها بالتناوب تشوف مره هو في عمق ما نحبش كلمه عمق تقول سيدي افونسي لافون لو بلوز افونسي جي كان عمق لافون لو بلوز افونسي شو خدمت شو سامحوني مصطلحات سامحوني مصطلحات كبيره وبعدين فكرتني بوكس تو بوكس تو قبيله انت يا فريد تتكلم على الغايبين في مو تكلموا على الحاضرين وقلت انا ما عادش تكلموا على الغايبين ما عادش تكلموا على الغايبين واحنا ناقصين شو ما احنا ماناش ناقصين احنا اللي لعبوا الكل قاموا بالواجب واللي ناقصين مالي ناقصه واحد احنا ماناش ناقصين هذا معناه بون اشهد الحمد لله والله شوف ذكرني والله ذكرني طول الوقت خلينا معناه باش من ان في التفاصيل يكمل الشيء طبعا خلي الانسان يكون معناها كما احنا تو بدينا نتحروا ماك الضغط وماك الواحد ويكون معناها الموجود فوالا معناها نقولوا معناها الفريق ورا اون كاليتي انورم هي معناها تضامنا مع بعضهم وانا جوي كوم ان جروب سوليد فهمتني انا كجلال القادري عرفوا بعضهم فما دي بوان دو بير فما دي سينيو يجي وكذا بون بون الناس تختلف انا نحب نتكلم عن المجموعه ولكن زاد المجموعه خرجوا منها زاد لا كلي دو سيستيم بالنسبه لي انا غيلان الشعلاني اي لا كلي دو سيستيم اللي قام به غيلان الشعلاني في المباراه في 30 متر عن 30 متر امام الدفاع معناها ولا كوفير معناها وغطى وكان بالتناوب يغطي مره على اليمين مره على اليسار حاجه اخرى غيلان دومي دونك الكرات اللي خرجت من عنده خرجت صحيحه وغيلان البوست هذاك فيه معناها برشا معناها كيفاش نقولوا معناها بوكو دوفوار فيه بقى قام بالواجب باش ما نطولش برشا قام بالواجب زد حبيت نخرجه هو برك خاطر الكل زاد بارك الله الكل مع الدوم مباراه الكل مع الدوم ما نقعدوا ننتظروا حاجه برك الكرة. حاجه برك قبيله الناس الكل والله ما ليه مش في يومه
ومالي ومال المالي انا معلم فكرك في فورما مش في فورما وشو المشكل وي وشكون اللي كي معناها بروفوكي لا فوت الذكي نتاع يوسف عليه يوسف راه الاخر اللي مش عطي باس لا انتيسيبي شمه اللي مش عطي باس لاتيرال واخي باس لاتيرال في الديفونس ثانيا وانت عاتي دودو الواحد ما تخسر الجولك اخي بحاجه تخسر الجولك وما ياخذ باس دونك البريسينغ سهل يوسف قام بالواجب واجب كبير الوليد الجزيري قام بواجب كبير خرج لنا واحد صح. دونك معناه ما منحبش نحطوا اللي الاستحقاق نتاعنا خاطر المالي خايبه مش خاطر المنتخب قام بالواجب فردي الالتزام بالواجب الفردي اعطاه نتيجه كبيره في الالتزام الجماعي. حسين ما هي التشكيله وقراءتك للتشكيله والمنتخب قاعد يقرب رويدا رويدا الى ملعب راد صحيح؟ دالي نحب نربط ماتش لالي بشويه بتشكيله ماتش الرتور خاطر انا ممكن ما كنتش في تونس اما نتبعوا في البلاتوات الكل وفي الناس والخبراء شفنا معنا كل واحد في كل بلاتو يسالوا ايش رايك؟ كيفاش نلعبوا خير كان يلعب هذا وحقه كل انسان يفهم في الكوره ولا درب ولا لعب ولا عنده الحق باش يعطي رايه وفكرته معناها كانت تقريبا الافكار مختلفه واحد يقول لك لا نلعب 4 4 2 ونعبي وسط تيرا واحد يقول لك نلعب بثلاثه ونسكر خاطر مالي في بلادها وقويه واحد يقول لك لا نلعب بخمسه في الوسط ونخلي جزيري وما نقبلش الحاجه الباهيه اللي عجبتني انا اللي جلال القادري خاطر ثم بعض المدربين اللي ما عندهمش احنا خبره كبيره على المستوى الدولي ممكن يتاثر ممكن يسمع الكلام حافظ على السيستم اللي نلعبوا به عندنا قداش نلعب في اللعب. مالي مش في مالي نلعب واحد نلعب لعبي اللي نعرفه وحمد الله يا ربي سامر شيء تو نمشي الماتش الرتور شنو الريزون الوحيده اللي تخليني مش نبدل اصابه يا اما اصابه واحد والا 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 في اللي ماتش كيما هكا انا مطالب اني مثلا نتاكي خاسر في الاهلي ولا حاجه باش ندخل واحد مثلا ميليو اوفنسيف مكان ديفونسيف مثلا خاطرني انا محتاج حتى كان اللي كيمشي مليح محتاج بروفيل هو, هو تعرف حسام تعرف الشك الوحيد اللي قعد في التشكيله الناس كل ها قاعدين تشاهدوا فيها تشكيله المنتخب الوطني التونسي اسفل الشاشه الشك الوحيد اللي قعد بعوده بلال العيفة من الاصابه الناس كل قاعده امبالوتا زعما باش يرجع بلال العيفة اللي كان هو باش يعتمد عليه والا باش يخلي نادر الغندر اللي قدم مردود كبير في مباراه الذهاب مش كان باش يلعب اساسي اللي يلعب اساسي هو الغندري مردود. والعدم مردود يزمو يلعب حتى وسط التيران اللي هو نقولوا احنا لكلي وسط التيران تاعنا يجمع بين لي جوور ريكوبيراتور واللي يعملوا رول ديفونسيف وفي نفس الوقت لي ميم جوار هما بيدهم نفس اللاعبين اللي هما غايلان ولا بالرمضان ولا العيدوني ينجم يعطيك البلوس ينجم يعطي الاضافه ينجم يعمل زياده العدديه من الناحيه الهجوميه دونك علاش باش نبدل فيهم كان جا عندي جوار من مستوى عالمي وكان اللي غايب ورجع قول ممكن لا يلزمني نرميه امانه توا اللي عندي في البنك معناها قراب المستوى للي يلعبوا علاش انا باش نبدل ما عندي علاش من بعد انت والماتش كيفاش باش يمشي رابحين احنا باش يدخل واحد بوتيتر عنده رول اكثر ديفونسيف احنا لا قدر الله خاسرين باش يهدز واحد بليز اوفونسيف وينقص واحد اما من الاول كيفاش نبدا ما ثم حتى سبب وحتى ريزون لا فنيه لا تكتيكيه باش تخليني نبدل لازمني نبدا بلي جوار اللي عطاوني ساتيسفاكسيون الكل ومن بعد انا نتصرف في الماتش يمكن في التغيير في منطقه افتكاك الكره نحكي على اللي عليها اللاعبين اما من بعد كيفاش باش تلعب التغيير الوحيد نجم يقوم به جلال هو منطقه افتكاك الكره يمكن الخطر شفنا مباراه اللي شفناها مع موريتانيا اول مدافع مالي. كان سيف الجزيري على في وسط الميدان مالي مالي ستانز موريتانيا عنده عرض في موريتانيا سيف الجزيري كان موجود في وسط ممكن باش يقدموا ب 10 امتار هاي باش تكون منطقه افتكاك الكره اما اللي يعرف جلال خاض في كاس افريقيا مع ضد المنتخب النيجيري نفس الطريقه التكتيكيه لعب على امكانيات واقعيه ما لعبناش مباراه كبيره وكنا في الزون نتاعنا في المنطقه نتاعنا ندافعوا جبنا نتيجه وفزنا على منتخب نيجيريا جلال انسان يمشي المعقول نتاع الكره ثلاثة ايام شنو باش يغير في ثلاثة ايام ما يغيرش برشا حوايج اللاعبين موجودين جاهزين ريكوبيراسيون كملوا عنده لي زاتو على بنك الاحتياط حتى بعود تسخيري ينجم يكون حل في الشوط الثاني ينجم يكون كذلك بلا لعيبه حل في الشوط الثاني تمشي اكثر الامور في رايي ديما نقول اهم شيء ما يحشمش اليوم الخطه ومنطقه افتكاك الكره اهم حاجه ينجم يقوم بها جلال ما نقولش منطقه افتكاك الكره عاليه برشا اذا تبدا عاليه برشا مع اللاعبين نتاعنا
راهو صعيب فريد باش تكون عالية فريد يا فريد فريد احنا ربحين في الليل دقيقة ما عندناش ما نحشموش يعني بربي كابتن باش نعطيك كيروش مع السنغال يلعب قدام 80,000 متفرج تعرف منطقة أول مدافع هو محمد صلاح في النص الميدان نص الملعب تعرف علاش كي تبدا عندك امكانيات تاع اللاعبين توظفهم صحيح تلعب الهجمه السريعه الهجمه المرتده مش نصنعوا اللعب ونطلعوا لفوق راهو نخليه برشا يعني ذاك اش قلت لك علاش باش نقدم علاش نزيد نقدم علاش نقدم 10 متر انا نعدي نستناهم في النص نتاعي نفكها غاديكا ومن بعد بسرعه تزيد انت تستناه وهو يقول لك انا نستنى تونس ايش ولا ايش اقول لك ليه موسو تو هذه منطقة استرجاع الكرة خاطر زينا من الفكين فكونا بلاد فكونا كرة استرجاع من يحدد من يحدد بلادنا ما يفكرنا حد يا كابتن بلادنا ما يفكها شو ما يفكها حد تونس من يحدد من يحدد منطقة افتكاك مدرب في الاجتماع الفني شو لي سيكونس دو جو وقت المباراة وانت الكرة ترجع وانت تلعب ساق الكرة من يحدد منطقة مدرب استرجاع الكرة عايش لا ادفيرسير مدرب في لا ادفيرسير ما تعرفش المدرب انت شو مش يعمل مدرب الماني ما كانش يتوقع ما كانش يتوقع تونس مش تمشي قدام خاطر هو شو المدرب هو التصرف الغير المتوقع دونك انا كان نفسي شنو كابتن زيد مدرب ما كانش يتوقع مش يقولوا المدرب هو اللي حضر السيناريو الكل ليش اقول لك ما يتوقعش تونس باش تمشي القدام في العشر دقائق الاولانيه في المالي يتكلموا بصراحه كنا مدربين فهمتني شو احنا مشيناش قدام برشا كابتن شو الكره عابيت الكره عابيت ما فماش مش بلاي ستيشن كان عامله هكا عامله كي كل شيء يتحدد بموقع الادفيرسير شو مش يعمل كابتن سامحني بربي شو قلت لك انت مدرب يتبدا في الاجتماع الفني وهو حسام يعرف ما تحددش المنطقه بتاع الكوره اذا فكت الكوره الناس كل نرجعوا للشرطه نتاعنا انت كنت مدرب وتحط الخطه التكتيكيه هذا ايش تحكي لك من المنطقه انا كمدرب تاع نادي مش رابط الترجي التونسي في تونس ها يا خويا العزيز ولا الزرير تيرون تاعهم امور وكذا والجبسي من غادي وكذا يا خو حذري انا مع نادي انا مع نادي ما عنديش نتيجه حتميه علاش المباراه هذه هي التي ستحدد المتاهل وليس المباراه الاولى خاطر المباراه الاولى خليتك التدارك اعطت التدارك المالي دونك راهي شو سي اون بارتي معقده اما باش نجيو احنا من الاول ونحطوا دي كليشي وين نمشيو ونجيو انا يا خويا واش نقول التوس شكون مش يربح تو تعرف شو النوايا اما ديما الدور الدفاعي التوس كم مش يربح كان قال لك اللي يربح التوس اللي كان يربح التوس كم يربح الكره عارف النوايا تاعو مهم جدا منطقه افتكاك الكره في تحديد منطقه افتكاك الكره اي مدرب الان ثم اللي يختار منطقه عاليه ويضغط لفوق وثم اللي يختار يستنى هو احنا الامكانيات نتاعنا حسام شفت المباريات كل ما عندناش فريق يصنع اللعب هو فوق هو فريد يقول فريد شو كلامكم الزوز صحيح بارك الله فيك الكلام الاولاني انا كمدرب شنو نعمل نقول انا في الماتش هذايا مثلا نفك الكره في وسط التيرا هكا ولا واضح بالنسبه للاعبين نفك الكره في وسط التيرا جات سيكونس دو جو لاريير نتاعهم مثلا لاكسيال عمل كونترول بالطويل شو تعمل تضغط عليه تاع بريسي نقولش انا لا المدرب قال نرجع من بريسيج انا نحذر شيماء ومن بعد انت في بعض الحالات تجبرك انك تغير يا اخي انت تتصور انت تونس في مالي جلال قلم اضغطوهم عالي لا علاش مساكني شاف الراجل عمل كنترول طويل شويه وداير بظهره نزل الى ديك لونشي لو بريسينغ دونك انا نحذر اما في وسط الماتش عاد ثم حالات تجبرك انك تخرج متفقين يا كابتن ويك لا متفقين لا ساعتين سؤال انا وبعد بورينفوا متفقين هاي هكا وصلت حفله المنتخب الوطني التونسي الى ملعب رادس كنتو تشادو مباشره نفهم وتتقطع شويه الصوره لانه فما برشا عباد اكيد وتيح شويه الكونيكسيون انترنت قريب الملعب رادس على كل حال وصلت حفيظه المنتخب الوطني الى ملعب رادس تترجع الصوره وتشادو دخوله الى ملعب رادس هاي كابتن سؤال شكون خليني ناخذ شويه طارق بايجاز اذا الجمعيه باش تجيك وتلعب لك لي باس لونك معناها الفون سوتير من التيران
كيف معناها شكون مش تضغط عليه؟ خاطر الكره، خاطر الكره، خاطر الكره مش تعدي الفوق، مش اللوطه. ثم مدربين، ثم مدربين يزيدوا مدافع اخر. انا كمدرب وعملت في وضعيات نقدمهم القدام باش تاكسيال ما يضربش تاع الكره، وثم مدربين يختاروا باش يلعب نجاح. دونك ثم خطه وثم ضرورات اللعب، ثم خطه باش تحطها انت مبدئيا، ثم ضرورات اللعب، ثم فكر اللعب يا سيدي في بيان سور بيان سور يا خو، باش يقول له اخرج خذ الكره ودز صاحبك وامشي، هذوما حاجات معروفين. اما قصدي ثم خطه موجوده، ثم خطه موجوده باش يقع الاتفاق عليها، ومن بعد ثم وقت الكره تبان بضروره اللعب. انا حاجه بركه ديما متمسك بها بخصوص التشكيله، خاطر بدا حديثنا على التشكيله، وهل انه ثم داعي للتغيير؟ قلت لك راهو كي ثم عداله رياضيه راهو ثم نتيجه، كي ثم عداله في الليسته الموسعه خذيناهم قبيله الملاعبيه ساعدين الى الحافله، توا وصلت وبدات تقرب الامور وبدا يقرب الحسم بشويه بشويه، وصلوا الملاعبيه الى ملعب رادس وقاعدين تشادوا فيهم، قاعدين ينزلوا من الحافله في اتجاه في اتجاه حجرات الملابس، يقولوا لي في الريجي واحنا هما نازلين واحنا بدينا نرعش. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لاباس، وان شاء الله مربوحه للمنتخب الوطني التونسي. نرجع لك طارق تكمل في الفكره نتاعك، وهذا حابين نشيلوا التشكيله. بالنسبه لي انا ثم قائمه موسعه لازم يكون فيها عداله في الاختيار، باش الملاعب كي يجي للمنتخب يحس انه قائمه عادله، انه اللي يستحق باش يكون موجود كان موجود، وهذا اللي ريناه في القائمه. ثم في اختيار التشكيله ثم عداله ومنطق، اليوم العداله كانت موجوده، المنطق يقول انه انا ما ثم حتى مبرر جديد يخليني باش نحي واحد ونحط واحد. حتى بيل العيف يظل كان تساله يقول لك خلي نادر الغندري، حتى كان تساله تقول له انت ترجع يقول لك راهو عمل اللي عليه، وبالتالي هو زاد ما يحبش يعملوها له. اي صحيح، لا وخاطر ليه؟ خاطر ثم منطق، حتى منطق في الديويل، حتى منطق في الراحه النفسيه. نادي الغندري خذا اسبقيه نفسيه على الزوز مهاجمين اللي كانوا موجودين، وعلاش باش تقنعوا؟ دونك ديكو يظهر لي انه منطقي جدا انك تبدا بنفس التشكيله، بقى كما قال الكابتن قبيله نحن لهنا رانا قاعدين في الكونفور نحل. اما لا ديسيزيون اللي خذاها هو المدرب الاطار الفني الكل راهو ماهيش بجرة قلم سهله، وراهو تفكير ليالي، وراهو تحب علاش مدرب منتخبه. علاش حبيت نقول لك، انا حبيت نقول لك ثم اريحيه في التفكير. تعرف انا بيدي كي نجي نناقش بعد اتخاذ القرار عندي كل الاليات، عندي شيخ جوجل نكتب عليه يعطيني نحب عليه، لكن اتخاذ القرار في الوقت هذاك مهم. راه يتخمم بالعقل ضمير، هذه العداله من غير حسابات وهذه القناعه، مش صعيب القرار. خاطر انت تريني وقدامك وكيفاش باش تلعب، وريت الفورمه تاع الجوارات ما عندكش مشكل. اما كي تبدا وراها حسابات، تعرف علاش حسام وقتها تولي يا حسام متقلق، زعما هكا زعما هكا. عملنا سنتين في تغييرات ساعات في وسط المباراه، تتغير زوج خطط تكتيكيه، ساعات اللاعبين الناس الكل متفقه عليهم ما يكون محاضرين في الوقت هذاك للمنتخب ما يكونوش موجودين. جاء المدرب الناخب الوطني وعطاه كل واحد حق، وشفنا نتيجه ايجابيه، وهذاك هو المعقول لازمه بالنسبه للناخب الوطني، اعطي حق كل واحد. تو بتخاف في المباراه هذه ناحيه تو جايني بن التكتيك، كل واحد كلاعب قديم كلكم عشتوا الحكايه. المباراه هذه بالنسبه لي انا اول عنصر ايجابي اللي هو يفوز جوي جيست، ما معنى خاطر تو نتكلموا احنا التكتيك وكذا، ولكن بعد شوف كوره وسياق ومخ، يلزم الملاعب زاده يعرف يلعب صحيح. ما معنى صحيح؟ إذا باش تعطي باس أو روتري تعطيها، إذا باش تحطها في الجرادان تحطها، إذا تحطها في التوش تحطها، ما تاخذش المجازفة من الأول ب 20 دقيقة سون معناها ريسك هذاك، ونحب وكل المشكل اللي الناس تحب تخرج الكورة أن سول توش وهو ما بريسي في 6 متر. شفناها في المباراة حتى في أوروبا صارت معناها بون، هذاك لي زونترونور لي زورونتاسيون تاعهم. أنا بالنسبة لي جوي جوست، نتكلموا مع بعضنا، إذا نوصلوا باش نلعبوا صحيح، الكرة تمشي صحيح، الواحد يمشي صحيح، وكما نقولوا باللغة نتاعنا تعطيها حق، ما نمشيوا باللغة الشعبية وكذا. الباقي هذيك تكتيك، اعطيني الكرة تو وساق، اي تو احنا نسينا خاطر هي اسمها كرة القدم. عندك قدم نورمالمون نورمالمون ملعبيه حاضرين. نمشيو ونحكيو شويه توا تكتيكمون، كيفاش لازمنا نبداو المباراه، شنو اللي لازم يحضروه، شنو اللي لازم يصير في مباراه اليوم. والاجماع يظل عند الناس الكل انه مباراه صعيبه، انه مباراه نجم تكون اصعب من مباراه الذهاب
في مالي انه مازال الترشح لم يحسم. فريد كيفاش تتصور جلال باش يبدا المباراه؟ شنو التكتيك اللي باش يعتمدوا في مباراه اليوم، خاصه ننتظروا رده فعل من المنتخب المالي ورئيس الجامعه نتاعهم قاعد ياكد ويعاود انهم جايين لهنا من اجل العوده بورقه الترشح. ماغاسوبا المدرب نتاعهم قال لك انا متاكد من العوده بورقه الترشح. وزير الرياضه نتاعهم اي ما قاعدين يحكيوا بثقه كبيره، داخلين يكذب راه نعرف خلي نعملوا ترتيحه مع فتير سميناه الملحمه ونرجع لك فريد للاجابه عن السؤال. الملحمه مع حسام غراد ديوان اذاعه العروه. على كيفها تتحكم فينا بتضحكنا وتبكينا. اللي عجبه ينضم لينا، اللي عجبه ينضم لينا، واللي مش عجبه يفيل يضرب. زيد هالبلاد وهالشعب متحرك له مشاعره وما تضغطوا ما يخرجوا للشارع. كان الكورة والبلاد بكل مكوناتها من شمالها لجنوبها ما تببري كان بنتائج المنتخب. ملاحم قعدت في الذاكرة، أطراح تسميت بأبطالها الحاضرين والغايبين. كنا نجمو نجدو من قاع الخابية ونبداو بأطراح البراج بتاع تونس والمغرب في الستينات في باليرمو مارسيليا، نبداو بكاس فلسطين، نبداو بفينال كوب دافريكيا اللي لعبناها في زويتن. كنا نجمو نحكيو على طرح توكا فراس، على طرح طارق وزيكي 88، واللي أنا نتذكره آخر طرح تحلت الاستاد مع بابا الله يرحمه. وأنا متأكد اللي أنت زادة باش تفكر روحك نهارتها وين. وكنا زادة النجم نحكيه على ملحمة 96 في جوهانسبورغ. أما يقعد 11 ديسمبر 1977 محفور في ذاكرة كل تونسي، تكور كونتر مصر الكبيرة تاع الخطيب والجوهري وإكرامي، خاسر 3-2 في القاهرة ولازمك ربح هوني في المنزة باش نمشيو أول مرة في حياتنا للمونديال أرجنتين 78 وما أدراك. المنزة يا سيدي نهارتها أرمي الغربيل يركح. ربع ساعة لعب بدأ الفستيفال، ذويب من اليمين وعقيد بالرأس. الله يرحمك يا محمد علي على قد الفرحة اللي دخلتها لقلوب التوانسة. من بعد الماكينة خدمت، زدنا الثاني والثالث والرابع، اكتشفنا نهارتها المفعول السحري للكرة على الشعب كامل. بعد 20 جفاف على المستوى النتائج الكروية، إذا ما استثنينا بطبيعة الحال ألعاب سيول 88، جيل 96 اللي عامل فينال في جوهانسبورغ دخل تصفية فرنسا 98، أمل إعادة الروح للشعب. ربحنا طول حرول في ليبيريا ماتش دي بلاسمون، وجاء نهار 12 جانفي 1997 باش نستقبلوا منافسنا الرئيسي في التصفيات واللي كان مرة أخرى المنتخب المصري. نهارتها المطر خيتين من السماء وكالعادة ما غاب حد. الطرح جاء في ظرف صعيب ياسر على التوانسة، على كل حبايب الكرة في تونس جمعتها فقدنا المرحوم الهادي برخيص الله يرحمه، وتسمى الطرح لليوم بطرح بلها. دقيقة صم ترحما على روح الفقيد الهادي برخيصة. درجين لعب ونخليلكم رضا العودي عبر طويلة من طرق ثابت عادل السليمي طيبة منه وتخريج كرة طيب عادل عادل ولا تخريج الهدف الأول لصالح المنتخب الوطني التونسي. زبير طيب
كبير وممتاز. ربحنا الطرح ومشينا من بعد لفرنسا، اما يبقى التور دونور بمريول الهادي نمرو 5 من اقوى ما تعيش في حياتك. مشينا للارجنتين وبعدها ب20 عام رجعنا للمونديال في فرنسا، وزدنا مشينا لليابان في 2002، اما قعدنا ناقصين حاجه واحده، تيتر نهزوا به روسنا بين البلدان. وفي عيد الحب 2004 حبتنا الكره وحبنا فهامي، والشيء ما كان ينجم يوقف. جوزي كليتون يفوت وسط الميدان يبحث على المساند، يلقاه مع سانتوس، عملية ثنائية باهية. جوزي كليتون يساند والهدف الثاني، الهدف الثاني لصالح المنتخب الوطني التونسي. الجزيري كامبيوني كامبيوني، وهي هي السور العالي واللي موج المالي. من بعد باش نعاودوا نرجعوا للمونديال في المانيا 2006، طحنا في بول فيها المغرب، والطرح الاخر في رادس وفي سيدي رمضان. وكي العاده الشعب ما بخلش على جمعيته، ما تشنين نهارتها كان كيفي باش نمشيو للمونديال، اما الكوره من الاول عكست وشي ما مشي. المغرب مركت له، اما في ساعه مرجعنا المغرب عاودت اخذت السكور قبل الميتون، اما حضروا الصلاح وربي نظر لنا بعين الرحمه. هذا هجوم المنتخب التونسي، التوزيع في القائم الثاني والهدف الثاني. الهدف الثاني. مشينا للمونديال عامتها وعودنا رجعنا في 2018، اما كتاب الملاحم مازال محلول، والثمانية ملايين اللي فرحوا والعشرة اللي فرحوا من بعدهم اليوم ولا 12. أنا باد جوار، ماناش دي جوار، أنا دي ميليتير جايين باش نحارب. أجريسيفيتي، نربح لي دويال نتاعك، برشا انجاجمون اي برشا كونسنتراسيون، برشا كونسنتراسيون. الناس الكل 12 مليون يستناو فيك، 12 مليون يستناو فينا. سي مومون فيريتي، ونعرف اللي ثم رجال، نعرف اللي ثم انجاجمون تاع رجال. ربي معانا الناس الكل. برشا برشا لحظات تاريخية بصراحة، برافو حسام غراد، واسترجعنا برشا ذكريات حلوة. كل واحد لهنا قاعد يسترجع في 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 ذكرى عاشها. طارق يتذكر في روحه شق فتره في الاستاد، فريد شاف صورته عام في مباراة في المباراة ضد مصر. هاي نمشيو لعاطف، عاطف دخل الاستاد يظهر لي. عاطف مرحبا. هاي محمد علي، على ذكر ذكريات، هاو معنا واحد من الزمن الجميل، لاعب المنتخب الوطني السابق جوزي كليتون. مرحبا بك معنا الوطنية. كنا نشوفه في 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 تسديد تقبل الهدف الثاني وقتها في نهائي كأس افريقيا 94. دونك جوزي قلت لي توا جي يو دي فريسون كون جي فيو لو بوبليك تونيزيان اي لو شان تونيزيان. C'est vrai, mais moi j'ai eu du frisson parce que là, quand je me rappelle, surtout 2004, quand il avait le stade plein, on a fait un grand match, on a remporté la coupe. Et c'est vrai, quand je rentrais là, que je vu le public, c'est vrai que ça me fait du frisson. Et pour moi, c'est plus difficile d'être supporter que joueur. Là, j'ai la pression, ça reste. Parce que quand tu es joueur, dès que la 15e minute, le chauffement, la pression, l'adrénaline, on enlève. Difficile, le match aujourd'hui, ça va être difficile comme on sait tous. Mais je suis sûr que notre équipe est bien préparée. J'étais avec eux au Mali. Je voyais dans leurs yeux qu'ils ont tous envie de jouer, tous envie d'aller au Qatar. Et aujourd'hui, je pense qu'ils vont être très bien concentrés, très bien organisés. Et on va gagner le match, Inch'Allah. Il est plus difficile de regarder le match plutôt que jouer, non? C'est beaucoup plus difficile de regarder le match, c'est vrai, parce que quand on est un jour, c'est plus facile. Quand on est un jour, c'est plus facile de dégager la pression. Là, j'ai beaucoup de pression. Il reste encore une heure et demie encore pour commencer. Mais ça va être difficile, mais, mais à la fin, on va tous fêter la victoire, Inch'Allah. Quand est-ce que tu as fait gagner, Fernet Tons? Tu as gagné? Oui. Un mouche normal, un mouche normal.
وحدة وحدة جالا لا 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 إن شاء الله محبوب إن شاء الله محبوب إن شاء الله محبوب إن شاء الله نرجع معكم الحمد لله. شكرا لك عاطف قبيلة اكتشفنا مواهب أحمد الصالحي في الغناء اليوتا وعاطف الجبيلي. إن شاء الله نهار فرحة ونهار غناء وإن شاء الله الناس كل بعد نهاية المباراة نغنيو تونس في المونديال وتونس في قطر إن شاء الله. وكنتوا تشاهدوا في الصور من أمام ملعب رادس برشا جماهير قاعدة إلى حد الآن خارج الملعب وتنتظر أكيد بفارغ الصبر الدخول إلى ملعب رادس. إن شاء الله باش نلقاو رادس معبي كيفاش طارق؟ واجبهم كبير الجماهير واجب الجمهور كبير برشا اليوم نحبوا نمشيو للاستاد الناس الكل ونحبوا نتفرجوا في المنتخب الناس الكل لكن راهو الملابي محتاجك العيطه نتاع الجمهور القرحه نتاع الجمهور والجمهور مسرح الجمهور الرياضي اللي يعرف يقف معاك وقتاش يقف معاك وقتاش يزفر على الكوره الملابي يعيش الله غالب نحن نعيشوا ياسر بالاحاسيس ونعيشوا ياسر شنو جمهور يقالي وشنو ما قالوش دونك عليه دور كبير كما نحكيوا على التكتيك والتكنيك والاختيارات والعداله وجماهيرنا اليوم كان يسمعوا فينا واكيد هما يسمعوا فينا والناس تتبع راو نحتاجوا وقفة الجمهور ليد واحدة العيسة مطلوبة اليوم ونقفوا مع جواريتنا من أول دقيقة لآخر دقيقة جمهور من نوع آخر وإحنا نحكيه على الجماهير الكل وراء تونس الكل وراء المنتخب الوطني التونسي بشهدوا جماهير وإلا فناني المنتخب فناني تونس وكل واحد والمساج متاعه في تشجيع المنتخب الوطني التونسي نمدح لك علي علي سوسوا باغاني اي الاولاد وحده وحده قد تربي مربوحه قد تربي باش تفرحوا التوانسه افاش مليون تونسي داخل وخارج تونس يستنى في فرحه منكم وزيت كابابل باش تربحوا باش تترشحوا وباش تكونوا بارمي معناتها لي شامبيون دو موند وباش دخلتوا القطر 2022 بقد تربي وباش نكونوا معاكم وبقد تربي رابحين وماناش مروحين يلا فرصه ليكيب ناسيونال سو سوار اون باغاني سلامه وميدون مقدمات حبيت حاجه برك نقول ميساج للجوارات للرجال نصور كارتاج حطوا توانسة الكل بين عينيكم حطوا المريول حطوا الدولة هذه اللي وراها 3000 سنة حضارة وراها شعب يستنى فيكم إن شاء الله مربوحة إن شاء الله يا ربي غدوة نحتفلوا تونس كاملة مع بعضنا ما تخيبوناش ربي يوفقكم وإن شاء الله مربوحة ويا بابا حيا بابا حيا بابا حيا بابا حيا بابا منتخب بربح يا بابا حيا بابا حيا بابا حيا بابا حيا بابا منتخب بربح لوح 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 تحية تونس تحية تونس تونس صغيرة في الجغرافيا لكن الحقيقة انت ربي كبيرة برشا 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 بالإنجازات اللي قاعد تعمل فيها الملاعبية بتاع تونس والفريق الوطني إن شاء الله ربي يفرحكم كما قاعدين تفرحوا فينا وش مشيوا كاس العالم قدرة ربي ميرسي بوكو إن شاء الله ربي يبارك فيكم وإحنا معكم أحلى 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 تونس ونحبكم تترشحوا إن شاء الله مربوحة وإن شاء الله تترشحونا 2022 في قطر كأس العالم في قطر مربوحة ما كيفك حد يا منتخب الله وحد يا منتخب مربوحة 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 المبروك المنتخب التونسي إن شاء الله بالنجاح لقد تربي مربوحة ولباس قلوبنا معاكم يا نسور قرطاج نعرفوكم رجال قد المسؤولية قد تربي مربوحة قلوبنا وجوارحنا معاكم وبإذن الله مربوحة 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 يا ربي معاكم ومعانا وإن شاء الله قد تربي فيزي ساطور حكومة وشعبا وراء الوصول مملكة ساطور حكومة وشعبا وراء الوصول حلو نعني عبره المهرية السمون كل 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 ما متأكد اللي المجموعة اللي عندنا عندها ما توري وعندها ما تقدم وإن شاء الله يفرحوا وفرحونا في مباراة مالي وقرح الأولاد قرح الأولاد لولا إيه حط بدنك معاه لولا إيه ما عنده شيء إن شاء الله يكون ماتش قالا إن شاء الله نشوف حتى كم شفنيش كنتو المفيد نترشحوا فهو وإن شاء الله كل يوم جاي نعمل فيها حاجة
حاجه صغيره نعمل دوزيام تور. ان شاء الله يا ربي تفرحونا وان شاء الله تدخلوا فرحه وتزخريت لكل دار تونسي وتونسية يا رب. دونك معاملين عليكم معاملين على الجرينتا اكيد اللي باش تلعبوا بها، وكيما سبق وفرحتونا علاش لا تفرحونا الفرحه الكبيره هذيا، وان شاء الله يا ربي يكون النصر حليفنا وبون شانس وبوسه كبيره لكم الكل. اجري تنفس نسمة تونس، حاول تخمس على الأبطال ونادي معايا باسم الراية، تذوي سمايا نجم هلال، علمي رفرف هفهف نشف عرقك ينزف صحة ليك. بون شانس الفريق القومي التونسي اليوم ومربوحة بفضل ربي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وربي إن شاء الله يتقبل الدعاء متاعنا وخاصة بين الصلاتين. فنتمنى النجاح والفلاح درب منتخبنا الوطني، إن شاء الله ربي يحفظه وإن شاء الله ربي يتمم له النجاح حتى يفرح التوانسة الكل ويفرحني أنا معهم، وربي يبارك فيهم وربي يحفظهم وإن شاء الله يفرحونا إن شاء الله نفرح فرحة كبيرة، وربي يبارك في المنتخب.